تشرفنا نحن أعضاء المجلس الشعبي الولائي ممثلين عن السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي بإجابة هذه الدعوة الكريمة من مكتب جمعية الإرشاد والإصلاح ببلدية الشريعة في إفطارهم السنوي، وهي السنة الحميدة التي والحمد لله رب العالمين انتشرت في المجتمع الجزائري ككل، حيث تظهر وتبرز مدى تلاحم المواطنين، مدى تلاحم أبناء هذا الشعب، مدى تقاربهم في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المعظم. تشرفنا بحضور كل السلطات المحلية وبحضور أيضا نخبة وممثلي المجتمع المدني ببلدية الشريعة ومواطنين من مختلف شرائح المجتمع. إذن نحن نبارك مثل هذه التجمعات، نبارك مثل هذه المبادرات التي تحيي هذه القيم الأصيلة في المجتمع الجزائري، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ أمتنا. تشرفنا في هذا اليوم المبارك بحضور حفل إفطار على شرف مهندسي النظافة المنظم من طرف المكتب البلدي لجمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية الشريعة. يعني تشرفنا كثيرا بحضورنا في هذا الإفطار على شرف الفئة الفاعلة في هذا المجتمع التي لها الأثر الإيجابي على صحتنا وعلى نظافتنا، أولئك الذين يساهمون في الطهر في شوارعنا، بل هم الطهر في حد ذاته. يعني كان يعني لنا الشرف حضور هذا الحفل ممثلين على المجلس الشعبي الولائي. نتمنى أن تكون هذه المبادرة سنة حميدة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. احتراما وتقديرا وعرفانا بالمجهودات المبذولة من طرف مهندسي النظافة، ارتأى المكتب البلدي لجمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية بالشريعة على تنظيم هذه المأدبة الإفطار على شرفهم مع مجموعة من الحضور والمفارقية الجمعية. مجمع زيرتيب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.